بكم أعزائي المشاهدين ومتابعين على قناة فوركيس. كما راكم تشوفوا رانا في النهائي الكبير اليوم في فقرة الجيمينج. راه حاضرة معنا، وش راك؟ لا بس الحمد لله. راك معول تربح اليوم؟ إن شاء الله، علاش لا؟ جاء جمهور كبير على جمل كيسين فورتي وريال مدريد. شكون يحب ريال مدريد؟ شحال تربح اليوم؟ تفرحهم؟ إن شاء الله. شحال؟ واحد زوج واحد. زوج واحد هاك هاك. ومينو أسي، مينو أسي ريحان راه هنا شو هاك فرحانة شوية بصح قادر يديرها. معول شو؟ شوية. شحال زعما هكذاك راح تربح؟ إن شاء الله كاش ثلاثة زوج. ثلاثة زوج. شكون تقولوا أنتوما؟ ريال مدريد ولا مينو أسي؟ وما على باليش أعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا، نروحوا عند المعلق تاعنا بيان سور. راهو حاضر معنا هنا، واش تقدر تقول لنا السيدي المعلق؟ اليوم أي وعرة بين الريال وبين أسي ميلو، والجمهور راهو حاضر بقوة والحماس موجود. السنة راه النتيجة. زيد له شي وحدة ويوزع. هذه كرة ويوزع. مرحبا اهلا وسهلا بكم اصدقائي المشاهدين اعزائي المتابعين لهذه القمة الكروية وهذا النهائي الكبير الذي يجمع بين ريال مدريد النادي الملكي الميرينغي وبين أسي ميلو. هكذا اذا تنطلق المباراة بين الريال الميرينغي الاسباني ممثلا لاسبانيا وبين أسي ميلو ممثلا للدوري الايطالي. قلت أنه من يعرف من أو كيف ومتى تؤكل الكتف هو الذي يحسن التسير والمسير في ظل هذا الوضع وهذه الأجواء النهائية بامتياز. تلعب كرة من هناك باتجاه لياو، يوصل عليها المدافع يلعبها من هناك باتجاه فالفيردي، فالفيردي يلعبها باتجاه كارفاخال، فالفيردي من جديد إلى رودريجو، هاي كرة جميلة وصعبة، كارفاخال من جديد يلعبها باتجاه الرؤوس ولكنها بعيدة وبعيدة وبعيدة جدا. بن ناصر من جديد عنده الكرة تلعب في وسط الميدان عند لاعب الميلو لكنها مسترجعة من لاعب ريال مدريد فينيسيوس، فينيسيوس لكنها ضائعة. تصل الكرة من جديد من هناك داخل منطقة العمليات، هاي كرة صعبة لكن الدفاع في المكان والتوقيت المناسبين يبعدون الخطر ويحتاطون بالحذر. وكرة من هناك باتجاه رودريجو، رودريجو 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 جول. يا رودريجو ماذا ضيعت؟ رودريجو 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 ينفرد وجها لوجه مع الحارس ولكن ليس كل مرة تسلب الجرة، الكرة تخرج إلى ركنية لصالح الريال. إذن كرة في الركنية في التنفيذ، لوكا مودريتش يلعب باتجاه الرؤوس ولكنها ضايعة. نلعب آخر الدقائق من الشوط الأول. هكذا إذا سيداتي أوريسي سادتي، الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، صفر ريال مدريد صفر الأسي ميلو. مرحبا أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي المشاهدين أعزائي المتابعين في الشوط الثاني من هذا النهائي الكبير، هذا النهائي المثير اليوم الختامي من هذه البطولة الشيقة، من هذه الإثارة، من هذه المتعة الكروية والمنافسة والندية بين الريال مدريد والأسي ميلو. وهذه كرة خطيرة ولكن لا تزال نقلات وتمريرات بين لاعبي أسي ميلو بغية الوصول للشبك أو بغية الوصول للخشبات الثلاث وإسكان الكرة الشباك. هذه كرة صعبة لكن الدفاع حاضر، فيه المتعة وفيه الإثارة وفيه الفنيات وفيه المهارات وفيه الإبداع وفيه النق. كرة في وسط الميدان توصل عند ريال أسي ميلو، ينطلق يزيد بالسرعة يدخل داخل منطقة العمليات، هاي كرة خطيرة أو جول أو جول 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 من أجمل ما يكون. يا سلام على الكرة ولا في الأحلام، هو الهدف الأول، هو الهدف الغالي، هو الهدف الكبير، هو الهدف المثير،
الريال متأخرة بهدف لصفر، اللاسيبيلو في آخر الدقائق يفعلونها في آخر اللحظات. الله عليك يا سيميلو، الله عليك يا سيميلو. هل هو الهدف الثاني؟ صعبة وخطيرة هذه الكرة، لكنها إلى 55. وهذه كرة خطيرة توصل للميلو داخل منطقة العمليات. جول، كاد أن يكون الهدف الثاني للميلان في آخر الدقائق، في آخر الثواني. جول 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 جول. وبأي طريقة وبأي كيفية وبأي أسلوب، بقصية عالمية على الطريقة البرازيلية، يضيفون بها الهدف الثاني ويؤكدون جدارتهم واستحقاقهم بالفوز. وهذه كرة خطيرة، لا با 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 با. جول 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 من أجمل ما كان. شوف الإعادة، في الإعادة إفادة على طريقة فالينكا بطريقة عالمية. وفي هذا النهائي اللاسي ميلان يضربون بالثلاثة. إذن هذه يا سيداتي أوارسي سادتي، الأسي ميلان يتوج في نهائي الكأس أمام ريال مدريد وبثلاثة أهداف كاملة.